كوبي براينت حاضر في نهائي كرة السلة الأمريكي، ومنتخب فرنسا يشجع رونالدو، وباريس تحتفل بالرجاء المغربي ونادال الإسباني. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، فأهلا بكم. أتمنى لو كان حياً يرزق ليحتفل هو وابنته بهذه اللحظة، والكلام على لسان زوجة نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت عقب تتويج فريق لوس أنجلوس ليكرز بالدوري الأمريكي لكرة السلة. نجوم الفريق بدورهم أهدوا الفوز لكوبي براينت واعتبروه الدافع الأكبر وراء تحقيق اللقب. فرحة الفوز وصخب الاحتفالات دعت الفريق للرحيل ونسيان أحد اللاعبين كوين كوك في الصالة الرياضية. الطريف في الأمر أنه دخل على لايف إنستغرام أحد زملاء المتواجدين في الحافلة طالبهم بالعودة لاصطحابه. أما ليبرون جيمس فاختار الاحتفال بتدخين سيجار من باب التباهي خلال اللقاءات التلفزيونية اللي أجريت معه. نبقى في أجواء الاحتفالات، وهذه المرة في التنس. صباح اليوم احتفل الإسباني رافائيل نادال بجانب برج إيفل بلقبه 13 واللي حصل عليه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس معلقاً ميرسي فرنسا. قبلها بليلة باريس تلونت باللون الأخضر مع احتفالات الجالية المغربية في فرنسا بتتويج الرجاء الرياضي بطلاً للدوري المغربي. تزوج التي تنظر إليك بهذه الطريقة، كان هذا تعليقاً طريفاً من أحد المغردين على صورة بابي وهو ينظر إلى رونالدو بإعجاب خلال لقاء البرتغال وفرنسا. بابي نشر الصورة وكتب عليها آيدل بمعنى مثل الأعلى أو ملهم. كريستيانو بدوره شارك الصورة على حسابه على إنستغرام. يقال إن رونالدو في المباراة أخبر بابي بأنه شاهد صوره في غرفته. هناك متيم آخر بالدون البرتغالي، لاعب منتخب فرنسا إدواردو كامافينغا الذي نشر صورة على سناب شات كتب عليها لن أخسر القميص الذي حصل عليه من رونالدو. طبعاً بعد لقاء فرنسا والبرتغال نصف لاعبي المنتخب الفرنسي نشروا صوراً لهم مع كريس. منتخب فرنسا ولا رابطة مشجعي رونالدو مش عارفين. بعد أسبوع فقط على تصريح الرجل الذي كان يرتدي دمية أرسنال ضمن مساعي النادي الإنجليزي لخفض المصاريف بسبب كورونا، أرسنال قام اليوم بدفع 8 ملايين جنيه استرليني للنجم الألماني مسعود أوزيل كحوافز متفق عليها في عقده، رغم أنه يعتبر صديقاً دائماً لدكة البدلاء. يذكر أن أوزيل تكفل في وقت سابق براتب جيري كوي صاحب رداء دمية أرسنال. We'll be right back.